بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة بندرس فيها علم النبات ونعمق مفاهيم حول حياة النبات. النبات علم النبات بيشمل عدة فروع: علم الشكل الظاهرة المورفولوجي، علم التشريح، علم الخلية، علم الأنسجة، علم الأجنة، علم الفسيولوجي. الخلايا النباتية حسب الفانكشن أو الوظيفة بتاعتها بنقسمها لخلايا فسيولوجية، أي بتقوم بوظائف فسيولوجية مثل الخلايا البارنشيمية، أو خلايا بتقوم بوظائف ميكانيكية زي خلايا الألياف والسكلريدات، أو خلايا بتقوم بوظيفة النقل مثل الأوعية والقصيدات والأنابيب الوربانية. دي أشكال للخلايا المختلفة: دي خلايا برانشيمية، دي خلايا سكلرانشيمية أو ميكانيكية، دي خلايا وعائية زي الأوعية بتاعة الخشب. أي الخلايا البرانشيمية الناضجة تتكون من 3 مكونات: الجدار الخلوي والبروتوبلاست والفجوة العصارية. وبداخل البروتوبلاست يوجد محتويات حية اللي هي بتشمل الجسيمات، ومحتويات حية غير حية اللي هي بتشمل المحتويات الصلبة والسائلة. ده بالنسبة لتركيب الخلية. بالنسبة للمحتويات الحية الموجودة داخل البروتوبلاست including أو بتشمل أجسام جيولوجي، بتشمل أيضا البلاستيدات الخضراء، الميتوكوندريا، الشبكة الإندوبلازمية الخشنة والناعمة، النواة، والسيتوبلازم التي تسبح في هذه الجسيمات. لما ننتقل إلى أول مكون في الخلية النباتية هو الجدار الخلوي، وده بستطيع ان انا اميز بين الخلية النباتية والحيوانية من خلال المكون الاول هو الجدار الخلوي، والمكون الثاني اللي هي الكلوروبلاستيدا او البلاستيدا الخضراء. الجدار الخلوي لو جينا نبص ان هو بيدي او يعطي الشكل المميز ويحدد طبيعة وبنية النسيج النباتي، ايضا قد يقوم بوظائف عديدة في اماكن مختلفة في جسم النبات زي الامتصاص في الجذر مثلا، النتح في الأوراق، الانتقال والإفراز في الساق والأوراق أو الأزهار. بعض الأحيان يقوم الخلايا جدار خلايا الإندوسبرمز البلح بتخزين الغذاء، وعند حدوث الإنبات يتحلل هذا الترصيب ويتحول فيه البوليسكرايد أو السكر العديد إلى سكر الجلوكوز، ويستهلك في انتاج الطاقه من خلال عمليه التنفس. عشان كده بنقول ان الترصيب ده ترصيب عكسي. في بعض الاحيان يقوم الجدار الخلوي بوظيفه خلويه، لان الخليه كلها تعتبر جدار خلوي، وده موجود في الاوعيه والالياف عشان تقوم بعمليه نقل المحتويات الحيه، او بعمليه التدعيم كما في النسيج الاسكلرانشيني سواء اسكلريدات او الياف. من الناحيه البنائيه الجدار الخلوي بيتكون من 3 مكونات: الصفيحة الوسطى والجدار الابتدائي والجدار الثانوي. لما نيجي نبص للصفيحة الوسطى هي عبارة عن مكونات عديدة تشمل حمض البكتيك اللي بيبقى في صورة بكتاب كالسيوم ومغنيسيوم، والبكتين، ونسبة عالية من المية. فوظيفتها انها بتعمل على التصاق الخلايا ببعضها، ولما الأنسجة بتجف كما في الأنسجة الخشبية بتتلجنن هذه الصفيحة الوسطى. أما في حالة زيادة الثمار في النضج فبتتحلل الصفيحة الوسطى فيحصل تفكك للخلايا مما يسبب تحلل الثمار. المكون الثاني في الجدار الخلوي هو الجدار الابتدائي، هو بيلي الصفيحة الوسطى في التكوين، وهو جدار مرن قادر على التمدد، ويشاهد في الخلايا المراسمية والبارنشيمية والكولنشيمية والكلورنشيمية. ونظر لوجود في هذه الخلايا الجدار الابتدائي وهي خلايا حيه،
الخلايا دي لها القدرة على استعادة قدرتها على الانقسام مرة أخرى فيما يسمى ب دي ديفرنشيشن أو نزع التكشف والتحول مرة تانية إلى الحالة المرستمية. زي ما اتفقنا ان الجدار قد يزداد السمك في بعض الاحيان مثل خلايا الاندوسبرم نزله البلح، وقلنا ان هذا الترسيب عكسي وقد يزداد في الخلايا الكولانشيميه، وده بيحصل عندما يتكشف الكامبيوم الفليني من الخلايا الكولانشيميه. الجدار الابتدائي يتكون كيميائيا من مكون اساسي هو الهيكل الاساسي للجدار هو السليلوز، بالاضافه الى مركبات بكتينيه ونسبة المية وهي سيلولوز، ونسبة الماء تصل إلى حوالي 90% من هذا المكون. الجدار الثانوي يتكون بعد الجدار الابتدائي عندما تصل الخلية إلى الفول ماتيورتي أو الحجم النهائي أو النضج النهائي لها. يتكون الجدار الثانوي من ثلاث طبقات أكبرهم الوسطى. الجدار الثانوي يتكون كيميائيا من السيلولوز والهيميسيلولوز ونسبة ضئيلة من البكتين والماء. في الخشب والأنسجة الدعامية السكلرانشيمية مثلا، الجدر الثانوية بتتشرب بمادة اللجنين وده بيكسب الخشب صلابة، ونجد إنها في حالة الثمار يترسب على جدر الخلايا السوبرين، والكيوتين يترسب على جدر الخلايا لخلايا البشرة عشان يقلل عملية النتح، كذلك الشموع تترسب على سطح الثمار وذلك يكسبها لمعان وتقلل ايضا عمليه النتح. دي مكونات الجدار الخلوي، ادي الصفيحه الوسطى هي الخط الاسمر ده، ثم الجزء الابيض دوت ده الجدار الابتدائي، ثم ثلاث طبقات الجدار الثانوي وهم اكبرهم الوسطى. الجدار عامه ليه تركيب بنائي وليه تركيب هيكلي. الهيكلي اللي هو يتكون من وحدات من البيتا جليكوز مرتبطه بروابط بيتا 1 4، هذه الروابط هذه السلاسل من السليلوز تتجمع في ميسيلات، هذه الميسيلات تتجمع في لويفه دقيقه بينها مسام دقيقه، وكل مجموعه من اللويفات الدقيقه تتجمع في لويفه كبيره بينها مسام كبيره. ده زي ما احنا شايفين اللويفة الكبيرة تتكون من مجموعة لويفات صغيرة، واللويفة الصغيرة تتكون من مجموعة ميسيلات، وكل ميسيلة تتكون من سلاسل من السليلوز، وكل سلسلة من السليلوز تتكون من وحدات بيتا جلوكوز مرتبطة بروابط بيتا 1 4. ده شكل فراغي بيوضح إن الهيكل الأساسي لمكون الجدار هو السليلوز، وباقي المكونات الأخرى بتنحشر في المسام الموجودة سواء بين اللويفات الدقيقة أو اللويفات الكبيرة، مثال البكتين والهيميسيليلوز والمية واللجنين والسبورين باختلاف الخلايا النباتية. وده زي ما احنا شايفين أدي الجزء البمبة ده عبارة عن اللجنين بيحصل له امبيدنج في المسام دي، كذلك لويفات الهيميسيليلوز. المهيكل الأساسي هو زي ما احنا شايفين كده سلاسل السليلوز، وبترتبط سلاسل السليلوز مع الهيميسليلوز مع اللجنين بروابط عرضية قد تكون هيدروجينية أو قد تكون روابط عرضية. يتخلل الجدار فتحات بتعرف بالبيتس أو النقر، وهي انخفاضات في الجدار أو تجاويف في الجدار الثانوي بتختلف في عمقها واتساعها وتركيبها. وإذا وجدت في الجدار الابتدائي بتسمى بحقول النقر الأولية أو النقر الأولية. عموما النقرة لها غشاء يتكون من الصفيحة الوسطى والجدار الابتدائي للخليتين المتجاورتين. النقر توجد في أزواج نقرية، في منها بسيطة وفي منها مطفوفة. في النقر المطفوفة في نوعين من النقر المطفوفة، في نقر مطفوفة لها سرة وفي نقر مطفوفة ما لهاش سرة، والسرة هنا بتقوم بتنظيم مرور الأعصار. وتوجد في القصيبات النباتات عاريات البذور او مغطاه البذور. ده مش مثال بيوضح ادي ان الصفيحه الوسطى ما بين الخلايا وبعضها بتعمل التصاق، وادي الجدار الابتدائي ثم الجدار الثانوي اللي بيتكون من ثلاث طبقات. وبتتخلل طبقات الجدار الثانوي النقر ما اماكن ما فيهاش ترسيب ثانوي، ودي بتسمح بالمرور ما بين الخلايا وبعضها.
بيتحكم في المرور دي خيوط اسمها خيوط البلازمودزمات. دي اشكال للنقر البسيطه وبيكون فيها سمك الجدار السنه واقل. دي نقر عميقه او غائره بسيطه، دي وضحله وعميقه. ودي النقر المطفوفه اللي فيه هنا السره اهي، وادي الضفاف بتاع الجدار السنوي. دي نقر بسيطه ودي نقر برضو من النقر البسيطه برضو. دي نقر الضحله اللي بالسره واللي من غير سره، وبنشوف ازاي ان السره بتعمل تنظيم لمرور عصاره من قصيبه الى الوصلات البلازميه. تتخلل النقر وتصل ما بين بروتوبلاست الخلايا وبعضها من خلال حقول النقر الاوليه، وتظهر الوصل البلازميه بالمجرى الالكتروني كقناه ضيقه تبطن الغشاء البلازمي. تتخلل هذه القناه انابيب رفيعه تسمى الديزموتيبيولز، وبيتم من خلالها نقل المواد والمؤثرات من خليه الى اخرى، وبالتالي بتعتبر البلازمودزمات او الوصلات البلازميه وسيله اتصالها ما بين الخلايا وبعضها. هذه الديزموتيبولز اللي بتتخلل الغشاء البلازمي وبتصل بين الخلايا وبعضها. ده منظر جانبي وده منظر سطحي للانابيب الدقيقه او الديزموتيبولز اللي بيتم منها مرور المواد من خليه الى اخرى. المكون التالي للجدار الخلوي هو الاغشيه السيتوبلازميه. عندنا في الخلية نوعين من الأغشية السيتوبلازمية، الغشاء البلازمي الخارجي أو البلازما لما، وده بيفصل ما بين الجدار الخلوي والسيتوبلازم وبيتصل بالشبكة الإندوبلازمية الناعمة. الغشاء الثاني اسمه الغشاء الفجوي أو التونوبلاست، وده بيفصل ما بين السيتوبلازم والفجوة العصارية ولا يتصل بالشبكة الإندوبلازمية الناعمة. وظائف الأغشية نقل المواد لخارج أو داخل البروتوبلاست، تنسيق بناء وتجميع الوافات السلوز عند بناء الجدار الخلوي في الخلايا الناتجه من الجديده او الناتجه من الانقسام. بتستقبل الاشارات البيئيه او الهرمونيه لتنظم عمليه النمو داخل النبات. عمليه دخول المواد الغذائيه او غيرها من خارج الخليه الى داخل الخليه عبر البلازما لما بتسمى بينوسيتوزيس او الارتشاف. في نظريتين لتركيب الاغشيه. النظرية الأولى هي نظرية اليونت ممبرينز أو وحدة الغشاء، ودي بتنص على أن الغشاء يتكون من طبقتين بروتين تحصل بينهما طبقة أفتح من الفوسفوليبيدات، وهي برضو وحدتين. النظرية دي لها عيوب، إن الجزء الخارجي اللي هو طبقتين البروتين ده كوبي، والجزء الداخلي من الفوسفوليبيد ده غير جزء فيه كوبي وجزء غير كوبي. فهذا التركيب لا يفسر كيفية حدوث النفاذية الاختيارية أو نفاذ المواد الكوبية والغير كوبية. كمان بنجد أن أغشية الجسيمات أو الأغشية البلازمية تختلف في السمك، وبالتالي ليس لها كلها تركيب واحد. عشان كده دي كان ما يعاب على هذه النظرية عدم تفسير النفاذية الاختيارية واختلاف سمك الأغشية البلازمية. النظرية الثانية نظرية الفسيفساء السائل، أو الموزايك، بتنص على أن الغشاء يتكون من وحدتين فوسفوليبيد يسبح خلالهما وحدات بروتين. هذه الوحدات البروتينية أو الأجسام الكروية تستطيع الحركة والاتصال والانفصال خلال الغشاء. فالجزء البروتيني يسمح بنفاذ المواد القطبية من خارج الخلية لداخل الخلية أو من خارج الغشاء لداخل الغشاء، في حين المواد الفوسفوليبيد بتسمح بمواد نفاذ المواد الغير قطبية. وده يعالج العيوب النظرية اليونت ممبرين. كذلك بتقول أيضا إن الأغشية البلازمية قد تتكون من أكثر من وحدة، وبالتالي يختلف سمك الأغشية. ده تركيب نظرية الموزايك اللي طبقتين من الفوسفوليبيد يتخللهم أجسام كروية أو بروتينية. إما تتخلل الطبقتين أو تتخلل طبقة واحدة فتسمح بعملية الانتقال من الخارج للداخل أو من خارج الغشاء لداخل الغشاء أو من خارج الخلية لداخل الخلية. ده برضو شكل تاني لنظرية الموزايك السائل في تركيب الأغشية. الجسيم المهم في الخلية اللي بعد الأغشية البلازمية النواة.
النواة ده في كائنات أولية بروكاريوتيك دي بتجد إن النواة فيها بتتكون من خيوط بروتينية منتشرة في السيتوبلازم، ودي موجودة في التحالب الخضراء المزرعة. أما الأوكاريوتيكس أو حقيقة إنها تتكون من غشاء نووي مزدوج مثقب، والنواة إذا النواة تتكون من غشاء نووي مزدوج مثقب خلالها يوجد بلازما نووية وشبكة كروماتينية ونواية، والشبكة الكروماتينية تتضح أثناء انقسام الخلايا إلى كروموسومات. يوجد علاقة ما بين البلازما النووية، العلاقة البلازمية النووية، حجم النواة ومرحلة النمو في الخلية أو النضج في الخلية. فبنجد إن في حالات النسيج الإنشائي أو الخلايا المراسمية بنجد إن حجم النواة إلى البروتوبلاست حوالي من ربع الخمس حجم الخلية، بينما في الخلايا الهرمة أو اللي بتخش في مرحلة الشيخوخة بنجد إن حجم النواة تصل إلى 1/20 إلى 1/200. النواة لها وظائف عديدة، تحمل الصفات الوراثية، تتحكم في عملية الانقسام، تتحكم في العمليات الحيوية بالخلية، بتبني الإنزيمات والبروتينات ومواد أخرى، تخلو اللحاء والقصيبات والأوعية، أنابيب غربالية اللحاء والقصيبات والأوعية من النواة، لأن وظيفة هذه الأجزاء أو الأنسجة عملية النقل، ووجود النواة يعيق عملية النقل، عشان كده النواة تتلاشى منها. كذلك في بعض الخلايا زي طحلب الكلادوفورا بنجد ان فيها مدمج خلوي، يعني عديد من الانويه. ده تركيب النواه في حقيات النواه، ادي غشاء مزدوج مثقب، وادي هنا النوايه، وهنا الشبكه الكروماتينيه، وكل ده بيسبح في سائل نووي. النواه لها غلاف، الغلاف يتكون من خمس اجزاء: الاوتر نيوكلير ممبرين او الغشاء النووي الخارجي، وده بيتصل بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه وبيحمل الريبوسومات، وبيعمل على نقل المواد ما بين النواه والسيتوبلازم وبيصنع، وبالتالي له دور في تصنيع البروتين من خلال الريبوسومات. اما الغشاء النووي الداخلي الاي ان ام يلامس البلازما النوويه ويختلف عن الغشاء الخارجي في التركيب والخواص والموضع، فهو لا يتصل بالشبكه الاندوبلازميه. ليه دور مهم جدا في عمليه انحلال النواه اثناء انقسام الخليه. يوجد بين الغشائين او ان ام واي ان ام البي ان سي او الحيز بين الغشائين او البري نيوكلير سيسترنا، بيفصل ما بين غشائين النواه ويتصل هذا الحيز عند منطقه الثقبه. الثقبه او الثقوب الموجوده في غشاء النواه عديده، كل ثقب يتكون من 8 وحدات تحت بروتينيه فيها تجويف يتخلله تراكيب خيطيه وحبيبيه لها دور في عمليه تنظيم الانتقال خلال معقد الثقب من النواه الى السيتوبلازم الرئيس. ينقص لنا المكون الاخير من غلاف النواه هو اللامنه او الصفائح البروتينيه. دي بترتبط بالغشاء النووي الداخلي والكروموزومات، وهي بيبقى لها دور في عمليه انحلال واعاده بناء غلاف النواه اثناء عمليه الانقسام وبعد عمليه الانقسام. ادي عدد الثقوب الموجوده، تصل الالاف من الثقوب في احدى خلايا البصل. ده التركيب اللي بنوضح بيه معقد الثقب. ادي الاوتر نيوكلير ممبرين، وادي الانر نيوكلير ممبرين، وده البري نيوكلير سيسترنا، ودي السب يونتس او الوحدات البروتينيه، وده الثقب اللي موجود فيه، ده في منظر جانبي وده في منظر سطحي. ادي وحدات البروتينيه الثمانيه، وادي الثقب اليومن اللي موجود واللي بيتخلل هذا الثقب او هذا الفراغ تراكيب خيطيه وغشائيه، دي بتتحكم في مرور من خلال معقد الثقب. وده تركيب دقيق لمعقد الثقب، بيوضح برضو الاوتر والانر، وادي البي ان سي، وادي ايه الوحدات التحت بروتينيه، وادي الثقب نفسه. المكون الثاني بعد الغشاء النووي اللي هي البلازما النووي، ده تركيب سائل معظمه بروتين وانزيمات وجسيمات الريبوسومات اللي بتسبب زياده الار ان ايه داخل البلازما النووي. الجزء الثاني اللي هو الشبكه الكروموتينيه اثناء الانقسام تتضح الى كروموسومات اللي هي بتحمي جميع الصفات الوراثيه للخليه، ودي بتتكون من دي ان ايه وبروتين. كل كروموسوم عباره عن اثنين كروموتيب متصلين بالسنترومير، وقلنا هذه الكروموسومات تتحول الى شبكه بروتينيه بعد
ها انقسام الخلية. النواية تختفي عند الانقسام وتعود بعد انتهائه، وتتكون من دي ان ايه وبروتين، وتحاط بغشاء مفرد وتحتوي على ار ان ايه ريبوسومات. وظيفة النواية بناء الار ان ايه والريبوسومات والبروتين. ادي تركيب، ادي الكروموسوم عبارة عن 2 كروماتين، كل كروماتين عبارة عن دبل هيليكس او خيط مزدوج من الدي ان ايه. الريبوسومات هي التراكيب الوحيدة أو الوسيمات الوحيدة داخل الخلية التي ليس لها أغشية، إذا هي تراكيب لا غشائية، لا تحاط بغشاء. تسمى بهذا الاسم لأن من ضمن محتواها بجانب البروتين الريبوسوم الـ RNA، لذلك تسمى ريبوسومات. تتواجد في أماكن عديدة، 6 أماكن تقريبا، توجد على الشبكة الإندوزمية الخشنة، وتوجد في الطامرة السيتوبلازمية، وتوجد على الأوتر نيوكلير ممبرين أو الغلاف الخارجي للنواة، توجد داخل النواية، وتوجد داخل البلاستيدات الخضراء، وكذلك داخل الميتوكوندريا، وهي تقوم ببناء البروتين في هذه الاماكن. الريبوسوم يتالف من وحدتين مختلفتين ترتبطان بواسطه المسنجر ار ان ايه زائد ايون ماغنيسيوم. تتجمع الريبوسومات في تجمع من 2 ل 5 ريبوسومات على شريط المسنجر ار ان ايه او الحمض النووي الرسول لتكون مصنع بناء البروتين. ده عباره عن ادي وحدتين الريبوسوم مرتبطين بالمسنجر ار ان ايه، وادي وحدات التي ار ان ايه اللي بيتم ترجمة الشفرات الوراثية على الماسنجر إلى أحماض أمينية تنتهي بسلسلة بوليبتايد أو تكون البروتين، ودي خطوات بناء البروتين اللي إحنا درسناها في الثانوية العامة. شكرا.